خلينا نروح لزميلنا الإعلامي التونسي هيثم الرشدي، برضو بيقول لنا إيه الأجواء في تونس واللي بيحصل ده، هل ده طبيعي؟ هل كانوا شايفين الحكم؟ طب مش عارف الحقيقة، يعني إحنا متنرفزين من اللي حصل النهاردة، فنسمع رأي الإعلام التونسي في هذا الأمر. أستاذ هيثم، إزاي حضرتك؟ كابتن اسلام، اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بكافه الساده المشاهدين، وتحياتي ليك وتحياتي لكل الشعب المصري. اكيد ما عندنا مثل في تونس يقول لك كثر الهم يضحك. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني انا النهارده لسه قبل ما حضرتك تخش معانا جايبين قد ايه العالم كله بيتكلم على هذه الفضيحه، مرتين بتنهي مباراه قبل يا اخي، اللي يكسب يكسب واللي يحصل يحصل. لا نحن النهارده نحن اليوم منتخبنا يعني ما كانش حتى في اوج عطائه، ما نحكيش على الكوره معناها، بل بالعكس الحكم في خلال المباراه بالعكس كان اعطى ضربه جزاء للمالي، اعطى ضربه جزاء للمنتخب الوطني التونسي، اعطى ورقه حمراء للمنتخب المالي. ولهنا بصراحه كابتن سليم اللوم مش على الحكم، لانه بان بالكشف وحتى بالاخبار اللي جايه من لمبي كونه الحكم بعد المباراه تعرض لوعكه صحيه وما كانش حتى قادر حتى يغادر ارضيه الملعب. شفناه حتى في صور كانت حالته الصحيه متعبه متعبه جدا، حتى في اخبار تؤكد كانوا الحكم تعرض بعد المباراه يعني كان خضع الى علاج خاص يعني حصه اكسجين يعني خلال بعد في حجرات الملابس، يعني كان غير قادر بين بالكاشف بين الحكم كان غير قادر. ولهنا كان واضح جدا وكان الحكم لما اعلن في دقيقه 79 تقريبا، مش كنا شاهدنا الناس كل الصوره، كان اعلن بيديه على اشاره 5 دقائق، يعني مزبوط. هناك ظاهر هناك خلل بالنسبه للحكم، وكانوا فما خلل في الساعه اول حاجه بالنسبه للحكم اللي هو عنده 10 دقائق تاخير في ساعه الحكم، ووقت اللي اعلن في الدقيقه 85 على نهايه المباراه في المره الاولى كان واضح بالنسبه للحكم كان المباراه انتهت وسوف الوقت الاضافي. لهنا اللوم، كل اللوم على حكام الفار، على الحكام المساعدين الاول والثاني، على المنظومه كلها كابتن هيثم، على يعني على المنظومه. نعرف جيدا ان الحكم قبل اعلانه على المباراه كان يعلم الفار يقول لهم ساعلن على نهايه المباراه، وهذا من قوانين جديده في لوائح الاتحاد الدولي ولوائح الاتحاد الافريقي. يعني ولا واحد حتى في المره الثانيه لما اعلن على نهايه المباراه كان من المفروض الحكم الرابع هو اللي يتوجه للحكم ويقول له راه مازال هناك 5 دقائق، والا كان حتى يغير معاه الساعه، ولا كان ثم تصير ما يخليوش الحكم يعلن على نهايه المباراه. ولكن بصراحه هذه من الفضائح، وحتى كان هناك رئيس لجنه التنظيم كان موجود، كان اعضاء لجنه التنظيم المسابقات كانوا موجودين وحاضرين، وكان واضح للعيان يعني اللي كانت الناس اللي شاهدت المباراه من التلفزيون كان واضح كانوا هناك حاجه غير مضبوطه مع الحكم، كان هناك خلل بالنسبه للحكم، كان المفروض يوقف المباراه قبل نهايتها والا حتى عند نهايه المباراه ووجهوا للحكم ويقولوا ويصلحوا له الخطا. وكان واضح كانوا المفروض كان الحكم الرابع هو اللي يكمل العشر دقائق الاخيره للمباراه، لانه استيكازوي حتى كان لما شفناه في صوره الورقه الحمراء لما راح يشيك عليها في الفار كان ضيع مكان الفار، كان ما ضاع. وبعد هذا ما اخذوا حتى التقرير الطبي كانوا استيكازوي حالته الصحيه بعد نهايه المباراه كانت تستوجب تدخل طبي سريع. لهنا يعني يرفع الحرج ويرفع اللوم على استيكازوي، واللوم يكون على المنظومه كلها، على منظومه الحكام. وبصراحه قاعدين نشاهدوا ماذا يحدث في الحكام، تقريبا 13 حكم مصابين بفيروس كورونا، نعرفوا الحكام كلهم موجودين في مكان واحد في نزل واحد. اليوم 13 حكم، بعد نهارين نلقاو كل الحكام ترجع وتعافى. يعني هناك لخبطه كبيره خاصه في التنظيم. شفنا يوم المباراه الاولى الافتتاحيه الحكم التونسي هيثم جيران كان رايح يدير مباراه فار في المباراه الثانيه، نلقاوه يزفر مباراه يدير مباراه حكم رابع في المباراه الاولى ويعاود نفس المباراه الثانيه في يوم الافتتاح. لا، من الواضح ان في حاجه مش مظبوطه في موضوع التحكيم. طيب هيحصل ايه؟ الاتحاد التونسي او الجامعه التونسيه هتعمل ايه في هذا الامر؟ الجامعه التونسيه كانت اتصلت بكل المسؤولين خاصه بالنسبه للاخصائيين القانونيين الرياضيين في تونس، ونعرفوا لتونس تذكر بهم، وهذا قرار اتخذه رئيس الجامعه اللي هو عندما الحكم الرابع كان طلب من زوج فرق كانوا يرجعوا ينزلوا لارضيه الميدان، المنتخب المالي كان ضخ ورجع نزل لارضيه الميدان، لكن الاتحاد التونسي كان تماسك وكونه بالمباراه توقفت في الدقيقه 89، يعني منتخبنا مازال عنده الحق في دقيقه وقت ضايع، دقيقة وقت المباراة وخمسة دقائق أو على الأقل 6 دقائق وقت بديل، يعني المباراة حسب الفصل السابع من مادة المادة التحكيمية التابعة لوائل الاتحاد الدولي، كون المباراة لن تنتهي في وقتها، والمنتخب الوطني التونسي والاتحاد التونسي
سيطالب او طالب رسميا لجنه التنظيم والاتحاد الافريقي باعاده المباراه، ولو انه كصحفي ولكن هذا ما حدث، ولو انه كصحفي لا اشاطر هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا التوجه، لانه بصراحه كان المفروض علينا كانوا نعود للمباراه، لانه سيكازوي لم يغير شيء، والاخطاء كانت موجوده وكانت واضحه، وكانت هذه على الاقل ورقه تحسب للمنتخب الوطني التونسي. لكن هناك من يرى ايضا كونه من حق المنتخب الوطني التونسي ان يدافع ولو انه على 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 حدود منتخبنا الى ابعد ما يكون، وبصراحه لما لا، لانه هي صارت سابقه في تاريخ المسابقات، وكانوا مباراه يتم اعلان نهايتها قبل النهايه نتاعها قبل الوقت القانوني، لما لا تكون سابقه ايضا للاتحاد الافريقي ويعيد المباراه حتى يحسب ما وجه هذه المسابقه. كابتن هيثم، ممكن امتى القرار يظهر؟ امتى يظهر القرار؟ احنا الحقيقه المصريين بينتظروا القرار كانه يعني كانه بيحصل مع مصر، والله بجد يعني ما اعرفش، اكيد انت متابع وعارف، فالناس كتيره مستنيه ايه اللي يحصل. كابتن اسلام، نحن شعب واحد. طبعا طبعا، راهو اللي حصل اليوم على تونس كان ممكن يحصل على مصر جدا، ممكن يحصل على اي منطقه، وخاصه في اطار الحمله اللي صايره هذه ضد المنتخبات. برافو عليك، برافو عليك، خاصه في الحمله اللي صايره ضد منتخبات شمال افريقيا، وكانه قسمونا، يعني اصبحنا منتخبات شمال افريقيا ضد منتخبات افريقيا جنوب الصحراء، ولو انه هذا معناتها ما فيهوش حتى مصداقيه، ما فيهوش حتى صحه معناتها الكلام هذا. وشفنا جيدا خاصه روجي ميلا اسطوره كره القدم الكاميرونيه لما خرج في التصريح نتاعو، كان تهجم على مصر وتهجم على المغرب وتهجم على على المغرب وتهجم على بلدان شمال افريقيا. يعني بصراحه ماناش في وضع الان، لانه من المفروض بالنسبه لروجي ميلا لو كان تهجم على مصر والمغرب وتونس وشمال افريقيا كان وجه الانتقادات اللاذعة للكاميرون والاتحاد الافريقي اللي اصر كانوا يلعبنا بمثل هذه المسابقه في مثل هذه الظروف، وقت نشوفوا جائحه كورونا كيفاش اجتاحت القاره السمراء. انت عارف اليوم مباراه المنتخب الوطني التونسي الاول مباراه الاولى للجنه التنظيم تتخذ القرار باجراء هذه المباراه بشبابيك مفتوحه، يعني ابواب مفتوحه دون بي سي ار، دون الاستظهار ولا حاجه ولا اي حاجه تثبت، لانه شفنا المباريات كلهم داروا تقريبا امام مدارس خاليه، لانه ليست هناك جماهير تناولت التطعيم ضد فيروس كورونا طبعا، ايضا لانه ليست هناك تحاليل بي سي ار حتى نتمكن من اجراءها بالنسبه للجماهير. يعني نطلب شيء لا، اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. مظبوط، مستحيل. هي اذا كان الكاميرون لم تتجاوز 1.6% من نسبة التلقيح بالنسبة للبلد ككل، فبماذا تطلب الجماهير أن تكون حاصلة على اللقاح وحاصلة على المسحات البي سي آر قبل المباريات؟ يعني عديد الأمور، عديد لخبطة كبيرة. وأيضا نزيد حاجة أخرى، اللي ما يحصل الآن خاصة في ليمبيا أو في المكان الذي يقيم فيه المنتخب الوطني التونسي، المنتخب المالي، منتخب غامبيا، ومنتخب موريتانيا، اليوم صباحا كانت هناك اشتباكات بين القوات المسلحه الكامرونيه والقوات الخارجه عن القانون وبوكو حرام، وكان هناك زوز وفيات بالنسبه من المدنيين في الكامرون، وهذه لهنا فما تكسب كبير برشا على كل ما يحدث من هذه التجاوزات. ونعرف جيدا كون سلامه لاعبي وسلامه المنتخبات وسلامه الوقود اهم من اي شيء، مليار مره أهم مليار مرة من أي بطولة عالم وأي بطولة إفريقيا في هذه المسابقات. يعني ولا يزال تعنت الاتحاد الإفريقي، ولا يزال تعنت المسؤولين على إصرار كونه تنظيم. ولا أكد لك حاجة كابتن، نعم، المنتظر كونه لن تدور المباريات بالنسبة للدور النهائي في ليمبي، لأنه أنت واصل الشيء على نفسه، لن تدور المباريات خاصة في ليمبي لأنه الأجواء مشحونة ومشحونة جدا خاصة على المستوى الأمني. طيب اخيرا، متى سيتم اتخاذ القرار من وجهه نظر التونسيه؟ يعني امتى هنسمع المباراه دي هتعاد ولا لا؟ المفروض الاتحاد الافريقي عليه ان غدا على اقصى تقدير طبعا ان يجيب الاتحاد التونسي، لانه نعرف جيدا هذه المسابقه وهذه في مباريات مضبوطه في رزنامه مضبوطه على الاتحاد الدولي، ان كان ليس الليله او غدا صباحا باكرا ان يعطينا بالقرار الرسمي. نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب التونسي. انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز والاعلامي الكبير الاستاذ هيثم الرشدي. انا بشكرك يا كابتن هيثم على وجودك معانا.